사이 마치고 기쁜 마음으로 즐거운 마음으로 다 같이 음식을 먹는 이제 먹어도 되는 그런 기쁜 날이기 때문에 이들 휘트라고서 명절이 있고 그 명절에 따른 특별한 예배를 하고 이들 아드하는 희생제의 동물을 도축해서 하나님께 바치고 가난한 사람들에게 나눠주고 친척들과 모여서 같이 먹는 그런 특별한 날입니다. صلاة العيد ركعتين. إيدو يبين تراكات الركعة الأولى يكبر فيها سبع تكبيرات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. إيدو يبين تراكات الركعتين.첫 번째 ركعتين은 الله أكبر راو 이렇게 일곱 번 반복합니다. الله أكبر الله 일곱 번 하고 نعم، وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات.두 번째 ركعتين은 الله أكبر تكبيرات الله أكبر راو 다섯 번 외칩니다. نعم. نتكلم أيضا عن صلاة الوتر، صلاة الوتر. يعني وقت صلاة الوتر بعد العشاء، من بعد العشاء إلى قبل الفجر. 그다음 이제 위트르 예배라는 것이 있는데 위트르 예배는 마지막 밤 예배, 이샤 예배 끝나고 난 다음부터 새벽 파즈르 예배 전까지 하는 순나 예배를 نعم. 위트르 예배라고 합니다. واظب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دائما يحافظ على الوتر، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لا في الحضر ولا في السفر. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم 사도님께서는 평생에 마지막 이샤 밤 예배 마치고 난 뒤에 그냥 자는 것이 아니고 밤 예배 마치고 난 뒤에 한 번도 빠뜨리지 않고 이 위트르 예배를 심지어 여행을 가서도 이 위트르 예배를 놓치지 않고 하셨다고 합니다. نعم، أقل الوتر ركعة، أقل شيء يصلي ركعة واحدة.위트르 예배는 최소한 한 나카트를 시작해서 وأكثر الوتر 11 ركعة. 세라카트, 다섯카트, 11라카트까지 할 수도 있습니다. نعم، يصح أن يصلي ركعتين 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 ثم يوتر بركعة. نعم، ركعتين يسلم، ركعتين يسلم، ثم يصلي ركعة تكون ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشر. نعم. نعم. طيب، كذلك عندنا صلاة أن الإنسان يصلي لله هكذا ركعتين ركعتين، يعني مثلا بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر، يصلي ركعتين لله هكذا. نعم. 또한 그 의무 예배 말고 각 예배 사이에 주르 예배와 아슬 예배, 아슬 예배, 마그립 예배, 마그립 لا بين العصر والمغرب لا. نعم. بين لا هكذا لله لله يصلي لله ركعتين. نعم. 하나님 위해서 또 자발적으로 두 라카트 예배할 수도 있답니다. هكذا لله إلا عندنا ثلاثة أوقات لا يصح أن نصلي فيها السنن، يصح أن تصلي فيها الفروض، أما السنن هنا ما تصلى في أوقات ثلاثة، يوجد ثلاثة أوقات ممنوع أن نصلي فيها النفل هذا المطلق السنن. ثلاثة أوقات. ثلاثة أوقات. ثلاثة أوقات يمنع الصلاة فيها صلاة النفل هذه لله الركعتين هكذا لله. ثلاثة أوقات أنا أشرح لك. إذا سلم الإمام من صلاة الفجر ممنوع أن نصلي سنن حتى تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس وقتها نصلي، قبل الظهر تقريبا بربع ساعة 20 دقيقة ممنوع من صلاة النافلة، بعد صلاة العصر إلى المغرب يمنع من صلاة النافلة السنة. هذه ثلاثة أوقات يمنع من الصلاة فيها. 세 가지 경우에는 다음에 세 가지 경우에는 예배를 하면 안 됩니다. نعم. الوقت الأول첫 번째 إذا سلم الإمام من صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ترتفع. نعم، تقريبا إلى الإشراق، هنا مكتوب عندكم وقت الإشراق. نعم. كذا 새벽 예배 보고 난 다음에
해가 뜰 때까지 해가 뜰 때까지 그 시점에는 예배를 보면 안 됩니다. 미나 미나 바다 살라둘 파슬에 일라 둘로 إلى طلوع إلى وقت الإشارة هنا يمنع من النفل هكذا تصلي لله ممنوع عن دمي لكن إذا نام الإنسان عن صلاة الفجر واستيقظ في هذا الوقت يصلي صلاة الفريضة يصلي في هذا الوقت. 하지만 이 사람이 파질 예배를 놓치고 파질을 놓치고 늦게 자는 바람에 파질 예배를 놓치는 경우에는 일어나자마자 의무 예배를 파지 그 시간이라도 의무 예배의 파질 예배를 볼 수가 있습니다. 그리고 보아야 됩니다. 나 الوقت الثاني قبل صلاة الظهر. قبل صلاة الظهر تقريبا بربع ساعة 20 دقيقة يمنع من الصلاة. 그리고 두 번째 또 예배 해서는 안 될 시점이 주로 예배 직전에 주로 예배 직전에 예배를 또 보면 안 됩니다. 네, وكذلك من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب يمنع من النفل مطلق هكذا لله ركعتين ركعتين. 네. 아스르 예배부터 마그리브 예배 그 사이에도 또 예배를 보면은 안 됩니다. 네. أيضا عندنا صلاة تسمى صلاة الضحى صلاة الإشراق هذه من بعد طلوع الشمس وقت الإشراق إلى قبل الظهر تقريبا قلنا بعشرين دقيقة له أن يصلي ركعتين ركعتين. 또한 특별한 그 순나 예배가 있는데 صلاة الضحى 두하 예배 صلاة الإشراق صلاة الإشراق 이슈락. 그 예배는 해가 뜨고 난 뒤에 아침에 해 뜨고 난 뒤에 해 뜨고 난부터 주후르 예배 사이에 그때 이렇게 예배를 볼 수 있습니다. من بعد طلوع الشمس وقت الإشراق إلى قبل الظهر تقريبا بعشرين دقيقة. 20 دقيقة. نعم. قبل الظهر. نعم. خلال 20 دقيقة. طويل. من بعد الإشراق إلى وقت الظهر لكن قبل وقت الظهر بعشرين دقيقة يمنع الصلاة. نعم. 해가 떠서 해가 떠서 주후르 예배 20분 전까지 주후르 예배 20분 전까지 해가 떠서 주후르 예배 20분 전까지는 또 이렇게 살라둘 두하 예배를 볼 수 있습니다. 예살레 ركعتين ركعتين ركعتين. 두바카드시 자기가 원하는 대로 이렇게 계속해서 볼 수 있습니다. 나암. إذا صلى الإنسان الفجر يصلي الفجر ثم يبقى في المسجد إلى وقت الإشراق ويصلي ركعتين له أجر عمرة. نعم. 사람들이 마시지에서 파지르 예배를 보고 난 뒤에 해가 뜰 때까지 이렇게 예배를 보면은 바다를 파지르 일라 까불레 까불라 둘로 이삼시 유살루 일라 يصلي الفجر ثم يبقى في المسجد يذكر الله يقرأ القرآن إلى وقت الإشراق يصلي ركعتين تكتب له عمرة. 이제 파지르 예배를 마치고 집에 안 가고 사원에 머물면서 해가 뜨기 전에 해가 뜨기 전까지 계속해서 꾸란을 읽는다든지 지크를 한다든지 두아를 하는 그런 신앙행위를 하는 사람에게 하나님은 커다란 축복을 주신다. فإذا طلعت الشمس يصلي ركعتين تكتب له أجر عمرة. 그리고 아까 이야기했듯이 해가 뜨고 난 뒤에는 두아 예배가 있대. 그게 예배를 하면은 우무라에 해당하는 그런 큰 보상이 주어진다. مكتوب هنا عندكم في التقويم وقت صلاة الفجر بعدين وقت الإشراق هذا هو وقت الإشراق يبتدي من هنا إلى قبل الظهر تقريبا بعشرين دقيقة. نعم. طيب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا. 지금까지 예배에 관해서 경청해 주신 여러분들에게